نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وذو ارتفاع وانفصال آنه، وأنت والفروع لا تشتبه، وذو انتصاب في انفصال جعل، إياي والتفريع ليس مشكلة، وفي اختيار لا يجيء المنفصل، إذا تأتى أن يجيء المتصل، وصل أو افصلها أسلنيه وما أشبهه في كنته الخلفنتما، كذاك خلتنيه واتصالا، اختاروا غير اختار الانفصال، وقدم الأخص في اتصالي، وقدم ما شئت في انفصالي، وفي اتحاد الرتبة لزم فصلا، وقد يبيح الغيب فيه وصلا، وقبل أن النفس مع الفعل التزم، نون وقاية وليس قد نظم، وليتني فشا وليتي نذرا، ومع لعل اعكس وكن مخيرا، في الباقيات والضرارا خففا، مني وعني بعض من غسلفا، وفي لدني لدني قل وفي قدني وقطني الحذف أيضا قد يفي. وذو ارتفاع رفع مد بدء صاحبا إيا وانفصال صوعا مد صاحبا وإيا أنا إيا وهو إيا وأنت. والفروع فروع ذنا لا تشتبه دهقل من ميسو، وحنكسو جني الضمير وكسو هذا الضمير كأن وقب سبا متصل إيا منفصل، وذو اتصال منهم ما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا. متصل كأيوثوسي قيبيي مستتر إيا بارز وكسو وضا بحني ألكني وحوك هذا ليا ضمير المنفصل، ضمير كمنفصل كأولا وحن صوشيقنا ضمير مستتر دمانتي ضمير رفعين ويهي إسلام أركانا وفاعل ما نائب الفاعل وأنه صوشيقنا ضمير كمنفصل كموقع الإعراب مركا لقى هذا ليو ضمير النصب يا ضمير الرفع يا لوضع يوشا ضمير الجرم يوشا منفصل ضمير مره دو عامل كي كجو أي هي عامل كأسم كده بدك جنين وضمير الرفع أما وضمير النصب ضمير الجرم منفصل أي واحد جرامها متصل كسا موضع الإعراب مرك اللي إيجا يو ضمير الرفع يا ضمير النصب يا ضمير الجرم سد حدا بويش ويا هي ترى أهان ضمير الرن مرك اللي سكو وضد درنا أفر يلحدا ضمير يسلا جاريا قابك يجاريا نوح ويان ضمير رفعها متصل كا واللح يطون ضمير رفعها منفصل كا أنا والله يطون سديد يلا واتنا أي ضمير رفعها متصل سويمي ضمير ضمير رفع وحنو كذا سويمي ضمير رفعها متصل كيس أنا واللح يطون منفصل كيس أنا والله يطون وياهي ضمير النصبها متصل كا والله يطون ضمير النصب منفصل انا والله يطون افر يلا وات ضمير الجر متصل مو منفصل ما يشو الله يطون لحدن يا افر ضمير بيسلا نقريا ضمير رفعها متصل كا ولحيطون ضمير سيده يكون نقريا الله يطون ضمير محدود لي يقانو وضربت ضربنا ضربت ضربت ضربتما ضربتم ضربتنا ضرب ضربت ضربا ضربوا ضرب لو متكلم شان مخاطب شان غايب وايهي يو يا المؤنثه المخاطبه نقدر لو ضمير رفع متصله فعل مضارع همزه لغو مضارعيه ضميرك كو استورن نقدر اضرب ضميرك استور فعل مضارع النون لغو مضارعيه نقدر نضرب فعل مضارع تاء لغو مضارعيه افر بيسل نقدر يا المؤنثه المخاطبه مضارع همزه لغو مضارعيه كن نون لغو مضارعيه يا كن تاء لغو مضارعيه هل ان ولا هذليو افرتن يا 12 كي هوري اسكو در 16 سيده ايي كو نوقدين ضمير رفع متصله وايهي ضمير رفع منفصله 12 ويه وقولدان او تيرينيو مصنفك اول فروع لا تشتبه وليهي أنا نحن أنت أنت أنتما أنتم أنتن هو هي هما هم هن لو متكلم شان مخاطب يشان غايبة ضمير نصبها متصل ك والله يعتبر ضمير ضربني وقرض لها ضمير لجرك يسقون لفظيهن واللفظ ما جرى كاللفظ ما نصب ضربني ضربنا ضربك لو متكلم شان مخاطب شان غايبة ضمير نصبها منفصل كان وصو وضعي لو يعتبر أفر يلواتن ضمير النصب وحسلا نقضي متصل كيسي منفصل كي أفر إلى باطن
ضمير الجر كان الله يهتمن ويه ضمان مركل اسكو درنا افر يل خدمه اسلم قنيا وايه وها مختلفه كضمير كه كلمه اس ودت كده ميا ود الضمير سوي قيب سنتا كلمه ينك قاروي قال اسكو وافق سن يجري مثال ضمائر تن هدر و شيغا هلك كو شيغيو ضمير رفعها منفصل كه او انا يا نحن يا انت يا انتما يا انتم يا انتن يا هو يا هي يا هما يا هم يا هن كلمة دمانتد ميا ودا ضميرة سبعض با ضميرة بعضنا ووحكل مختلف بسريين وحيليين أنا همزة إيا النونتا همزة هراء إيا النونتا أيا ضميرة ألفت الضمبيل لقو تاقا يانا هلا أغريو أو قلا أنا يرى هذا أما يالا أغرينينا همزة سي النونتا إنا يفتح سنت بالإسكو تسياء وكريئة وحرف تسينا إيا النونتا حركة إذا فتحها وايهي نحن اسودت كذا ضميره والاسكو وافق سيهي انت انت انتما انتم انتن شنتا لفظي الفت يا نون تكليا ضميره ان كليا ضميره واحد دبا سعودانه وحروف لواحق ومعاني لو كين او انت تدا وها لو كين مفرد مخاطب مذكر ان لو لهدلو انت ان مفرد مؤنث ان لو لهدلا لو كين وا ضمير اي وان حنجيده وا حرف أنتما تأذى الخطاب ويميم كان حرف العماد ويالو ألفت التثنية تسيني أي الوسو تيري ألفت حرف دال على التثنية على اثنين وهي أنتم أنت أي ضمير تأذى الخطاب ويميم كان حرف دال على جمع الذكور أنتن أن أي ضمير تأذى حرف الخطاب ننتشدن وحرف دال على جمع الإناث هو هي اسودت كذا ضمير والاسكوة فقسيه هو يهو هي يهي لا بد ولا يجري هذا واللغة العربية سوادات كا ضميرة هما هم هن هذا كليا ضميرة ميم كان حرف عماد ويان ألف كان حرف دال على التثنية هم هذا كليا يا ضميرة ميم كان حرف دال على جمع الذكور هننا هذا وكليا ضميرة نون كان حرف دال على جمع الإناث البصريين وضد سيمرينية كوفيين وحيليين وحنا هذا ضمير اسود وتر وحلا كلا قاضي يا مجد ضمير نسبها صوص عند اللفتي سلاي وكلا قاضي دونان وانا اركي دوناي ضمير رفعها متصل كاللفتي قربي كلا قاضي يعني. او ضربت يا ضربنا يا ضربت يا ضربتي انت وحلا كلا قاضي مايو حرف كاردن بعض ضمير ادمانتي ضربت ما ضربتم ضربتنا تاذك لي يا ضمير اليه ضربت ميم كحرف عماد ويه ألف تنا حرف دال على التثنية ضربتم تأذى ضميرا ميم كنا حرف دال على جمع الذكور ضربتنا تأذى ضميرا نون تنا حرف دال على جمع الإناث ويه ضرب ضربت ضمير با أسطورا هو إيه هي ذا أسطورا يا ضميرا اسودتك ضربا ألف تا ضميرا ضربوا ووضع ضميرا ضربنا نون تا ضميرا وحكى لو دب سعودان المج ضمير متصل كينا وضد سيمرينيا وهي هي ضمير نصبها منفصل متصل كا ضربني يا ذاك لي يا ضمير متفق ويتاسي نون ترى صياب صوضا مصنف نون الوقايه اللي يراها وقبل يا نفسي مع الفعل التزم نون وقايه ان يصوضا يا ذاك لي يا وحي تاي ضمير ضربنا الف تا نون تسوى تا ودا ضمير واللي سلا اقول هي وهي هي ضربك ضربك كافك ضميرة وكريئة كافك نوحاول ما السعود ضربكما ضربكم ضربكنا كافت كريئة يا ضميرة ميمك حرف دال حرف على العماد ويا ميمك إعلامتنا ألفتنا حرف دال على الاثنين ضربكما ضربكم كافك ضميرة ميمكنا حرف دال على جمع الذكور ضربكنا كافك ضميرة نونتنا حرف دال على جمع الإناث ضربه ضربها هذا يا ضميرة هذا هذا يا ألفته إسوة وذا ضميرة ضربهم هذا أكلي يا ضميرة ميم كان حرف دال على جمع الإناث ضربهما هذا يا ضميرة ميم كان حرف عماد ألفتنا حرف دال على الاثنين ضربهن هذا كلي يا ضميرة نونتنا حرف دال على جمع الإناث بسريين وذا صيمرين يا كوفيين وحورنا يا ضمير كوذا ديك يا وكا
وذو ارتفاع خبر مقدم أنا ذا أي مبتدا مؤخرا بقصد لفظه أي مبتدا هل اسم كويه ولا اسم ظاهر الضمير معها مانتا وأي بقصد لفظه بو اسم كويه إسلام أركا وحو مقعويه أنا ذا تراكيب تدعي ضمائر تأه كاد العرابي واحد لنا أنا مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال آخره بسكون الحكاية أما بحركة الحكاية وهو ضمير كأسيد وهنجر الوشيغية هو ذا الوعد فين والمد أنا إيا وهو إيا وأنت ذو ارتفاع رفع مد مد صاحبة وإيا إيا وانفصال سوعا والفروع فروع ذا لا تشتبه دهقل من ميسو الله بي يتمنى أن أتكدكتو ما دهقل ميسو ويعدها وأنا ذا نحن قدر أنت ذا أنت أنتما أنتم أنتم قدر هو ذا هي إيا هما إيا هم إيا هن الله بي يتمنى سلاء وغدك وذو انتصاب في انفصال جعلاء إياي والتفريع ليس مشكلا وذو انتصاب نسب مدمد صاحبة جعل وحال غير وذو انتصاب نسب مدمد صاحبة ذو انتصاب كأوفن في صال سوعا لحدي كسبا جعل وحال غير إياي والتفريع فرعشنا ليس معها مشكلا مد إشكال قلي يولا قرن وين يماها يعني ضمير رفعه منفصل كها يوصو شيغي ضمير نسبه منفصل كها يوهلك شيغي ضمائر تاهورين سو شيغني ضمير رفعها منفصل كا ولي ضمير رفع وحنا هين من نقضان يعني ضمير رفع وحنا هين من نقضان الله إله في بعض الاحيان هي ضمير الجر كان نائب نقون كريان اما ضمير النصب كان نائب نقون كريان لبا جير بين كان نائب نقضان ضمير رفع ضمير النصب اي ضمير الجر لبدا جيرنا وحا ويان كافتا وحي كميت هي حروف الجر اسلام كان اسم ظاهر جرته مرمر waxaa jira damir lagu jiro naadir weeyma badna damir hadii lagu jiro damir rafcayn la galiya badan oo la yiraahdo ka anta iyo ka ana iyo ka huwa sida la yiraahdo ma ana ka anta ina tiraada badna he ka anta anta dani damir rafci ahaan jirti ma anta na damir lagu jir iyo naib ka tahay oo kaaf karo ismi dhaahir lagu yaqaan damir lagu jir in la galiya la nacaya damir rafca iska galiya laakiin fi maxalli jir lagu yaalaayo damir lagu jir ayu naib ka yahay bawdicaas ضمير رفعها ضمير الجر أيو كان نائم نوضا موضع كلامنا باب التوكيد أيو مصنف كوكيني دونايو ضمير كستو متصلة وحابنا عن ضمير رفع منفصل إن التوكيد ضمير كستو متصلة ومضمر الرفع الذي قد انفصل أكد به كل ضمير يتصل بوكيني دون ضمير كستو متصلة ضمير كان متصل كان ضمير رفع ضمير نسبة ضمير الجر مثل دونها النوضا ضمير رفع إلات كتوكيدي سابنا وآتر هذا إنك أنت إنك كافك ستوكيدين هايس كافك في محل الناس من قول الله إن اسم قيدي وي أنت إلات كتوكيدي سابنا ضربت كأنت كافك مفعول به توكيدين أنت كتوكيدين إيه أنت ذني في محل الناس من بيت الله لا ضمير الجركة ضمير النسبها ستوكيدين هايس هاي إسلامك على ضمير رفع السورة دي إيه لاذا هي أنت ضمير نسبه بين نائب كتاي ضمير الجبن وكان نائب نقول كتوكا ضمائر تهلك وكثيرين أيوه أو إيا أنا إيا كلام أيوه طبعا ضمير ويا ضمير النسبة وحنا هين من نقطة ولو ضمير رفع من نقطة ضمير الجر من نقطة يا ضمير النسبة الويا كأنه ويا ضمائر تاني ضمير اسودت كأنه وذا ضمير يهي يا قارن وضمير يهي يا مختلفة ولبا أفر قول يا قول هذا اللي سووا خلاف سيهي قولك بسريين أي وطن وحوية بعض البسريين وبرستين بدي وضع وطن مصنف كان مذهب كيوي همزة إيا ياء ذا الشدان إيا ألف تكو تاغن أي ضميرة إيا انت أصا ضميرة أو في محل النسب انت الله واحد ضمبي قدال غرها عنا ينا وحروف حروف اللواحق وهو معاني قارهانه تسين أو إيا كا إيا ياء ياء ذني وحي تسيني تكلم روح اسكه هذا اليوم إيانا ناظر وحي تسني متكلم معه غيره أما معظم نفسه إياك كافكني مفرد مذكرة إلا لا خطابة يتسن إياك مفرد مؤنثة إلا لا خطابة يتسن إياك إياكما كافك حرف خطاب وإياك حرف خطاب وإيا ميمكن حرف عماد ألفتنا حرف دال على الثنين إياكم كافك حرف الخطاب وإيا ميمكن حرف دال على جمع الذكور إيا كنا كافك حرف الخطاب ويا نونتنا حرف دال على جمع الإناث إياه إيا ذا ضميرة هذا حرف دال
على مذكر غائب هل نن مقن ان ضميرك لو لجيدي علامه تاي اياها هذا اللي وحي تصين مفرد مؤنثه غائب ان لو لجيد اياهم هذا هو حرف تصني غيابا ميم كان حرف دال على جمع الذكور اياهن هذا هو حرف غيابته تصني مقنشها نون تنا حرف دال على جمع الاناث سدا اي بسريين قال لي قولنا وحي ليهن اياكم يا اياكن وحو دنو اسو تاودا ضميره وكوفيين سدا يبدين لما مذهبوا كلن ويجران لكن ضعيف ونسيح بدنين وذو انتصاب النسب مد صاحبه ذو انتصابك او في انفصال سوعا دحدي كسوا جعل وحا لغا يلي ايايا والتفريع فرعشا ولبا 12 اد كدميسو ليس معها مشكلا من اشكال جليو قرسوم يماها وفي اختيار لا يجيء المنفصل اذا تاتى ان يجيء المتصل وفي اختيار ولا يجيء ايمان ما يو المنفصل ضمير منفصل ما ايمان كريو في اختيار دورشدا دخلد كوي ايمان كريو اذا تاتى مركا اي سورودو ان يجيء انو يمادو المتصل المتصل متصل انو يمادو يعني الضمير متصل لما يكون سوروبي كرتو منفصل لما كوا بنانو انت سوودا متى امكن ان يتابع الضمير متصلا فلا يجوز ان يتابعه منفصلا ضمير متصل لما يكون سوروبي كرتو منفصل ان لغا ديغا مبنانا سبب كان وحا وي ضمير وضعنتيسا اي دجنتيسا دنتي لغا لها يا وحي اهد اختصار هذلك ان لا يريو سيده وحا جرا وحا متكلم كاه هذليه ee ruux la hadlay wax u sheegayo wuxuu la mid yahay dhaqtar oo kale hadalkana dawadiyo kale waay ninka mutakallimka waxa loo baahan yahay ninka uu la hadlayo hadal ku filan ka aanan ka yareen kana badnayn inuu u sheego sida dhaqtarku ba ninkan uu daweynayo dawada uu siinayo cudur kamid aan ka badnayn kana yareen waa inay noqoto hadal ku deeduus macnihiisa inaad ruux u sheegto aad doonaysaa uu ka yaraado faa'iido leh limaayo كلامك وعيبوبية هدي آب بضي سنة مكثر بعض نقول يا خلاص روحي وداليني من هدي أدالي سنة كل جاي سنة مايو فينبغي اختصار ذي الإخبار على المفيد خشية الإكثار وحول أحسن روح أضل هذا اللي أنت ودون يأكله إلى كل هذا الشو خلاص فينبغي اختصار ذي الإخبار على المفيد خشية الإكثار فيخبر الخالي بلا توكيد ما لم يكن في الحكم ذات تديد فحصنه ومنكر الإخبار حتم له يعني روحها سدح قيب النغنية إنه يا خالد ذهني إننا وحبابا أوغين هذا اللي يرى أن سهلنا وأن توكيد سنين وجملة فعلية أيها الرئيس إنك هو أغشي هذا هو متردد يهين هل توكيد يا وحسد الجملة اسمية أغردي هذا شاكي يهين شاكي جيسا إنت أولئك يا توكيد لا أغين تازا اللي يتعني أما هذا هو إسك هذا شو هي بلغضه الفايق وقاضي وحكولا إن هذا الكاغري إن خالد ذهني او حبا ان كو ورقبينا ضربتها ان اد اشيكتو زيد انو يميد جاء زيد ان اترى هذا يهيد مركز واحد ان زيدا اناد قلس اسمي معرفة واي لقائم لام الابتداء قلس انت اسو توكيدا اسو قيس كلامك هذا ملحق من باصوات الطيور الولي شمبرها جيق جيق دو ضي هذا القاضي واسكو بيدك سو قاد مالي مركز روح وحال الربا ان كفلا او كلا ان اد اشيكتو واي يهيد ضمير إيدو أخو سوروبي كرو اسم الظاهر إلى أوليحته فصاح هموي هذا الكادر وحنا لديسن كريم بنقونية وحنا يالية ضمير واجي لدجينا يدنتي لغلها يا وحي اختصار هذا الكائن لقابيو وحنا مخاطب كي للاحظ لي أن هذا الكلغو بدينين إن يرو فهمي كرو إسلامك أنا وقتي أن كل من إن يدنيه سوراتسن كرو إن أشيكتاي هي أرنكي سيدا ها وحنا أبو سهلا ضمير ضمير إيدو أخو سوروبي كرا إنتا أذكال ليحطو إنا اسمي ظاهري استعماشو دان كالينا أذن كالهين ماي باطل ويا هذا الكاثكو هذا شوح في عن نقون مايو وحاتر زيد قام زيد زيد قام زيد زيد هم روات سوء عليسي أرحلوا لي وعقب هذا اللي يسرنيه واي هاي هذا لأيه كرا ضمير كا متصل كيسا إيا منفصل كيسا متصل كا هذا القابن ويوم متصلك عاملك وكدب الدقين هي بعض كميدوي أما منفصلك كلمة قولني أتاقنوي
متصل يا منفصل متصل كهذا القابل إذا متصل لما يكون سروبي كرتو منفصل إن هذا الله يعطى إذا نبلا غلان يفصح حماي نغن أو ما بنان وح بنان ما وياه متصل لما مر هذا يكون سروبي كرتو ضمير كمنفصل إن هذا الله يعطى قمت أدوره كرا قام أنا هذا ذكره هي فصيح متي إذا نقول يا عربي ما تقادني هو اللي دته وياه متصل لما إذا يكون سروبي كرتو منفصل ما بنان متصل لما إيدو أي كون سروبي كرتو يا اختيار ويوح عن كهذا لين متصل لما لهدايا سروبي كرين كورا هي منفصل دنا كو خاص بمركز متصل لما ذا مالها أي سروبي كرين أو منفصل إن لقد هو أي واجبي محمد الحجين عبد الحميد رحمة الله عليه أوضح المسالك تقرير كيرو صاريها مركز وشرحيه أفر يطبن موضع متصل لما أي سروبي كرين وضمير كمنفصل إن لقد هو أي واجب تهي أي تريي أفر يطبن كموضع وحكم ذا ضمير كي عامل كضمير كابهرية إياك نعبد اتصال مسروبي ضمير كابهرية وحكم ذا إلا هدو ضمير كدبرعه وضمير كي وحو دبيا لا إيا إلا وحسر والله كين وايهي كان اتصال مسروبي انفصال كواجب حاكم إذا عاملك هدو معنوي هي هو قائم إيه هو العامل هو عمل فرع معنوي ابتدوي عاملك هدو حد فيا كم إذا إياك وشر أذوق ترينا يا أفر يلا باطن أفر يطون موضع وضميرك متصل لما أي كسر روبي إنه منفصل إن لقد جاء أي واجب ته هذا ضمير متصل لما أي كسر روبي كرتو منفصل إن لقد جاء مبنانا إلا في ثلاث مسائل سد أحد مسألة سيا صورها مسلفك ولا يجو إيمان ما يو المنفصل ضمير منفصلة في اختيار دور شهد نحن يذكو إيمان ما يو دور شهد ينجرين ضرورة اعتمادا بحضي إلا إذا أتى إذا تأتى ملك أسوله بكرو أن يجي إلو يماد المتصل متصل إلو يماد وصل أو يفصلها أسلنيه وما أشبهه في كنته الخلف انتما كذاك خلتنيه واتصالا أختار غير اختار الانفصال وصل ضمير كحريري أو افصل أما صوع ها سلنيه سلنيه هذه يوما كي أشبهه سلنيه شبهي الخلف خلاف انت ما وحو أنس بشركتك في كنته أي أنس بشركتك كذاك كنته أي لم يذيهي خلتني هنا واتصالا وأختار وحن دوراني اتصالا عاملك البلتشيو وغيري أنك غير كينا اختار وحو دورتي الانفصال صوعا أي دورتيه ضمير متصل ما يكون سروبي كرتا منفصل كما بنانا إلا في ثلاث مسائل سدح دي مسألة ربائن وشيو سدح هذا مسألة ذا أهر وحوي لبض ضمير أفر الشرطي وين مسألة ذا لغيها لها ضمير كمتصل ما هي منفصل ما دي سلغي حد ليه لبض ضمير مد كودة ضم بوائن ونقضاء شرطي لبض ضمير في محل النصب وين يلا لبض مفعول به وين يوذيه شرط لبض شرط سد حال وضع الضمير كان هو رواين معرفة بديه شرط يا أفراد يا أدم بيا لبض الضمير متك الضم بواجي سورة خبر وين سين هانجري وعامل ناسخة أنت أقول مبتدئ خبر خبر كي أقول ناسخة وين سين هين أفرت الشرط الضمير كي لقاه له كعليه ضمير كاتصال كي انفصال كي لقاه هذا ليه لبض الضمير وإيش ضبط عامتك هذه الضم بواين وياه لبا ضمير باني لها ضمير كلها هدوية لغا هدلي مايو اتسالك سواجب نغن لبا ضمير هدي اوياي لبا ضميرنا لما مفعول به اينا هين يدونا كويجرت ايوحا لغا هدلي لبا ضمير متك وضا دنبه وينو ايهاي لبا ضمير لبا ضمير مفعول به وين ايهي وفي محل الناس من وذي يالو وايهي لبا ضمير متك هوري وينو معرفة بذيهي لا ضمائرتنا اي كلام معرفة بذن توانا يسوشن متكلم باقو معرفة بذن مخاطب باحيي غائب كاقو معرفة يرا كان هوري وينو معرفة بديه شرط سيد حدوه شرط كأفراد يقول ضمبية لبدا الضمير متك الضمبية انفسالك اتسالك لغا هدليه واجي هوري خبر وينو سنهانجرين واجي هوري خبر وينو سنهانجرين وحاسوه وذا قليا عاملك كو عمل فليا ناسخ بماها وواب سأل ذا مثالي مصنف كأي أعطاء يوحي لمدا واجي أما لبدا عاملك الناسخ وهانجرين لبدا الضمير متك الضم بيه اتسالك انفسالك لغا هدليه خبر مؤسن اهانجرين مبتدو اهانجرين
taalafteeda dib ma leh tusaalka raajix noqon doona waayahay labada damiir midka dambe itisaalkii iyo infisaalkii laga hadlayo naxwiyiin waxay mutafaq ku yihiin itisaalka inuu wanaagsan yahay wasisha uu horumariya ayuuna musanifka ku dooranayo naxwiyiinna way isku waafaqsan yihiin lee damiirka in la itisaaliya inuu raajix yahay qur-aankana dhammaan itisaal ayuu ku soo arooray anulzimukumuha fasayakfiikahum allahu in yasalkumuha itisaalka ayuu ku soo arooray caamilka hadduu naasikh yahay laakiin damiirka waagii hore khabar uusan ahayne mubtada'u ahaan jiray lafteeda waa la mid id yuriikahum allahu fii manaamika qaliila yuriika ra'aadi xulmiyada ahayna naasikh weeye mubtada iyo khabar ayay nasakhday maanta saddex mafcuul bay qaadani oo hamsada lagu daray ayaa mafcuul thaalitha ugu dartay ilaa thalaathati ra'aa wa calima caddaw idaa saara araa wa aclama ayuu keeni doona saddexda mafcuul midka hore naasikhu ma aha labada dambay naasikhu tahay wamaa limafcuulay calimtu mudlaqan lithaani wa thaalithi aydan xuqiqa kan labada dambay naasikhu tahay haddaba labada dambay naasikha ku tahay midka hore mubtadu ahaan jiray khabar ma uusan ahaan jirin hee labada mafcuululawalkii oo aya naasikhu ahayn iyo mafcuulkii labaadoy naasikhu tahay laakiin mubtada ahaan jiraa la itisaaliyey id yuriika kadaasi waa mafcuulkii hamsada ay keentay humtana mafcuulkii mubtadaha ahaan jiray wey khalas itisaalka ayaa raajix taa waa masalo masalada labaad kaana iyo akhwaadkeeda khabarkooda hadduu damiir noqdo ismiga damiir ha noqdo ismi daahir ha noqdo farqi ma leh kaana iyo akhwaadkeeda khabarkooda hadduu damiir noqdo mutasilnimo iyo munfasilnimo labadaba bannaan masalada saddexaadna dhanna iyo walaalaheeda mafcuulu thaaniga duu damiir noqdo labada mafcuulaa damiir wada noqday kan dambe itisaal iyo infisaal ayaa ku bannaan bishardi kan hore waa inuu macrifo badan yahay saddexda masale ayuu ka soo reebay saddexda masale masalada hore itisaalka inuu raajix yahay waa la isku waafaqsan yahay labada dambese waa mukhtalaf kaana iyo akhwaadkeeda khabarkooda hadduu damiir noqdo itisaal iyo infisaal labadaba waa bannaan yihiin midkee raajix mukhtalaf dhanna iyo walaalaheeda labada mafcuul haddii laba damiir ay noqdaan kan horena uu macrifo badan yahay kan dambe itisaal iyo infisaal waa ku bannaan yahay midkee raajixa isna mukhtalaf wey musanifka wuxuu leeyahay itisaalka raajixa agtayda siiba weyhi ee jumhuuru naxwiyiinna infisaalka raajixay leeyihin ikhtiyaarkana wuxuu ka imaanayaa damiirkan mutasilnimadiisa iyo munfasilnimadii laga hadlayo waagii hore khabar buu ahaan jiray khabarulmubtaduu ahaan jiray hee khabarulmubtadana caamil kuma daba dheganaan jirine inuu munfasil yahay asal ahayd waaya asalnimada in la eego munfasil laga dhigaa raajixa jumhuuru naxwiyiin wadadaasay maray ibnu maaligna wuxuu leeyahay maadaama caamilka nasbinaya maanta ficli uu yahay in lagu daba dhejiyaa fiican sidaa ayaa laisugu khilaafsayay wasil la xidhiidi caamilka aw ifsil soo haa salnihii salnihii ha adeeda iyo wamaa kii ashbahahu shabahay alkhulfu khilaaf intamaa wuxuu u nisbo sheegtay raajixnimada weeye waxaa laisku khilaafsan yahay alkhulfu khilaaf intamaa wuxuu u nisbo sheegtay fii kuntuhu kuntuhu kaana akhwaad iyo akhwaadkeeda khabarka ay leeyihiin hadduu damiir noqdo u jeeda khiltaniihina kadaaka waa la mid khaala min baabi dhanna weeye labada mafcuul haddii laba damiir ay noqdaan kan dambe akhtaaru anigu waxaan doorani itisaalan mutasiliman labada dambe doorani wa gayrihi gayrkay siiba weyhi buu u jeedaa iyo jumhuuru naxwiyiin ikhtaara wuxuu doortay alinfisaala soocid laga sooco waqadim ilakhasa fi itisaalin waqadiman maa shita fi infisaalin waqadim horumari alakhasa kan macrifada badan ee khaasnimada badan horumari fi itisaalin itisaal dhexdii ku horumari waqadiman horumari maa wixii shita aad doonto fi infisaalin soocan dhexdiina ku horumari halkanna wuxuu ka hadlayaa laba damiiroo isdaba yaallo labadaba mutasil inaad ka dhigto haddii aad dooni waxaa waajib noqoni labada damiir midka macrifada badan inaad horumariso waajib wey waayahay laba damiir ayaad rabtaa labadaba mutasil inaad ka wada dhigto kan macrifada badan waa inaad caamilka ku xijisiisaa kan laga macrifo badan yahayna waa inaad dambaysiisaa waxa aan ka hadlayno fahl waa min baabi dhanna iyo min baabi khaala ficli laba mafcuul nasbinayo wey waxaan ka hadlayn min baabi sa'ala iyo min baabi dhanna wey waxaan ka hadlayn ee labada damiir ee mutasil laga dhigayo hadduu faacil iyo mafcuul ay kala yihiin mar walba faacilka in lagu daba dhejiya ayaa asala ha macrifo badnaado ama ha laga macrifo badnaado farqi ma leh ee waxa laga hadlayo laba mafcuul marka ay yihiin weeye labada damiir oo mutasilka in laga dhigo la doonayo
هذه لبضة ضمير مد عن منفصل خديجنا كادون تهر مري كان معرفة بضان ضمير عامل كود بدج كان كلامنا كسر أما كان لقى معرفة بدج هي عامل كود بدج كان كلامنا كسر أرنك إطلاق يسمىها مصنف سيدا أو إطلاق ماها مر هذه لما مفعول يهين لبضة ضنا لدون يئن لا اتصالية أما لا انفصالية كان معرفة بضانا ظهر برين كرتاء يوم ما كان كلامه ظهر برين كرتاء يشيك هذا وحي إيماني لبدا مفعول ما كلا قرني ومفعول الأول إيه مفعول الثاني لكلا قرني هدي أن لكلا قرني إني باب تعد الفعل واللزوم يعني وتجدون إن شاء الله تعالى هدي أن لكلا قرني إني لازم واحد نقول مفعول الأول كعامل كأن بده بدجيو يا لازم نقول إيه ولك لبدا مفعول متك ظهر ظهر برين كرتاء ومفعول الأول كأي مفعول الثاني أمرك لكلا قرنيه وحلو كلا قرني أنا مركز الوان دون إن شاء الله وقدم هرمري على خاصة كان معرفة بضن يا خاص لماذا بضن هرمري في اتصال متصل لماذا لحظة هذا باب سأل يا باب ظن الله بضن وقدم هرمري ما وحي شيء تأضن في انفصال سعيد لحظة هذا كهرمري وفي اتحاد رتبة لزم فصلا وقد يبيح الغيب فيه وصلا والزم لازم نيه فصلا سعيد لازم في اتحاد الرتبة رتبة كل يوم هذا لحظة هذا كل لازم وقد يبيح إن أبنياس لو ذا الغيب مقنعشها وصلا إن أبنيا فيه اتحاد رتبها نحدي سأوك أبنيا هل كان نوحو كهذا ليا لبدا الضمير متصل مركع كوضا ليا كان معرفة بضوى إلى ظهر من إصابة أهي كوهر لبدا الضمير هذا يسكو مدبيه كلاما معرفة بضنا لبدا الضمير المتكلموي أما لبدا الضمير المخاطبوي أما لبدا الضمير الغيبوي آيسكو الدرجبة حادثة غيني انفصال باب واجبي لو هذا ضمير متك ضمير انفصال يسوي واجب بينكم اتصال بما بنعم مربى هذا اسكو درجه نقدان وفي اتحاد الرتبه لزم فصلا ماشي ولا يهي ما ردي الرتبه اي كليودو فصل لازم ومفعول كان طلب المفعول متك ضمير منفصل كد الله اله واحد دعي كرتاب ولا يهي وقد يبيح الغيب فيه وصلا لبدا ضمير الغيبه هدي اي نقدان اسلام مركانا وخوغا خلاف او دخيو ومذوى مفرد من نوى تثنية مذوى مفرد من نوى جمع مذوى مذكر مذوى مؤنث ولا كلا قرن كريا حقا اختلاف ما أود حيا ولا لما ضمير الغيبة كما إلا اتصالية وإدعي كرتاب ليها يقال افتوت مبادنا سيدا يوجي ذلك والزم لازم فصلا سعيد لازم في اتحاد رتبة رتبة كل يوم إذا نحن إذا فصل كل لازم إيا سعيد وقد يبيح إنه بنياس لو ذا الغيب غيبه إنه بنيه وصلا حريرين لبضي الضمير عامل كلا لا حريريو فيه اتحاد رتبها نحدينا لقول حريريو وقبل أن نفسي مع الفعل التزم نون وقاية وليس قد نظم وليتني فشا وليتي نذرا ومع لعل عكس وكن مخيرا والتزم وحل لازم نون وقاية إلى لنت النون تهذي أيا للازم قبل أن نفسي يأو نفسي هرت هذا للازم مع الفعل فعل معي أيا للازم وليس لفظك قد نظيم ولا تحي يعني وحليه وكسو بحي ضمير يترين تيسا يمتسلم ديسا يمنفسلم ديسا أحكام تي ضمير كوكسو بحي خلاص الدورة يعني وكو ختمه ضمائر تي أنصوتر إني ولبا ضمير نسبه متصل كأها حاكم إذا ضمير الجر والنغضاي وحاكم إذا هيدياء المتكلم قف إسكاهض لي يأذي يا ذا سوحة لازمة حرف كهرية إن لك سرية لازم وايد هذا حرف كهرية إن لك سرية هذه أي لازم تهي كلمة أي يا ذا جلي يا ذا نيل ضمير النصبي نقطة ضمير الجر وين نقطة مر هذه ضمير النصبي ضمير الجر أي نقطة اسم فعل يا حرف سد إحنا بوجين كلمة أي جلي حرف كودم بيمي الله كسرني يا ذي مسدا يا الوسكونني سقاب كلا وحلو بدلي أرنك أسوك هذا ليه وحلو ليه اسمي يا فعل يا ذا هدي أي قشو حق بالأولي فعل هدي أي قشو اسمي يا حرف هدي أي قشان جي وجي ذا حق أولي فعل هدي لقليني ويا ذا مفعول مفعول به فعل هدي أي النقط فعل ماضي يا مضارع يا أمر متكو ضنابة هالنقضي وحال لازم النحويين اسكو وافق سيهين وعرب وردن لغسو النقليين فعل لغا إيا ذا إن لورد حيسيو النون نون تانا لك سيو فعل لغا دبا إيا غذي إيا مركا أولا ماذا نون أيا لوحي جيني نون تاسا لك سريني نون تارك لك سريا إيا ذا لغو ريبي ماذا إيا مضارع إيا أمر رواسك ضربني يضربني يضربني
وايهي نون تانا نون الوقاية مقعسي لذي نون الوقاية إلى لنت النون تيدي ونون الوقاية نون تمحلو قبحي محلو قبحي فعل آخرك إن لك كسريه لما أقول كسر داسي كسر اسمي جلي كرتادي أيتي كسر عن اسمي جلي كرين فعل ولو أقوليه كسر عن اسمي جلي كرين التقاء الساكنين كسر دا أي كين توي هي كسر التقاء الساكنين ما يوحنو جدا ياء المؤنثة المخاطبة كسر دا أي كين توي ياء المؤنثة المخاطبة دا اسمي مقشو ولو أقوليه هدي مليتا وحاكله كسرة ضرورة يدني كو خصبت التقاء الساكنين هدو كينان ولو أقول يهي لكن كسرة أسماء ذا الوية قانو فعل إنا يقشل ما أقول يا إذا النوحة كهر رأي إلا كسرة لازم هذا ما يا إذا سيئة كسرة وهشو فعل إنا كسرة اللغة إلى اليوم وحال لازم نون إلا كينو نون تانا لكسرة نون تانا نون الوقاية اللي يرى هذا وفعل إنا كسرة إلى اليوم ويهي فعل هذا صحيح الآخر يهي ألا سهل هدو ألف كجري هي كسرها كما ينضم بيسين لكن فعل قال إسرائيلي دعاء أوكله هدي هذا يا المؤنثة يا المتكلم هدي هذا مفعول به أقدكته دعاني بعض لذا هي دعاية هذا تربحها لين لها لا فعل الله ما كسرياني ما فعل يوردان الربع الإسرائيلي وهي هي نون تاسي فعل جاي لازمته حرف كي اسمه ما لازم توصي ذا وصول لفظ قال لي ساء قدري وأن يقصو مر واختلف بين هذا حرف حرف ويا يفعل ويا لسوء خلاف سنة قلدي ليس حرف كودي يا المتكلم مرك أي جليان خلاص نون مجلين يا ليس بين هيا قلدي فعل كودي سنون إلى جليان واجبة وقبل أن النفس والتزم وحل اللازم نون وقاية إلى لنت النون تهذا اللازم قبل أن النفس يا النفس هرتي أيا اللازم مع الفعل فعل معي حالي تينونته أما مع الفعل فعل معي ولا تعالوا جاب الحالي والليسي لفظي الليسي أن نون لغو درين قد نظيم والا تحيو نظم بالو أركي عددت قومك عديد طيسي إذ ذهب القوم الكرام الليسي أي بيت شاعرة عددت قومي قولا ذي ديما تري كعديد طيسي قرور حسد الله تريوك إذ وقت ذهب وحبتك القوم الكرام ذاتك ونكسنا وبابئين ليسي أنيق مويه لكن أنا كل يا كهار أنت كلوه بابي، مرجل ليس إذا صار أركي، وليتني فشى وليت نذرة ومع العكس وكن مخيرا في الباقيات والضرار خفف مني وعني بعض من قد سلف، وليتني لفظ فشى وفافي وليتين نذرة والنذر نذر بالنور، وعكس أمر كده بجد مع الله معيرة وكن هو مخيرا مثل الدور جليني في الباقيات أنت خدي والضرار وخفف وحف دودي. بعض من قد سلف ذاتك هرية قارك هذا اضرارا ضرورة ذاتك وفد ذي مني يو عني هل كان نوحك هذا ليا نون الوقاية ياء المتكلم حرف هدي لقي ليا نون الوقاية إن لقي ليا سيدي حال كذا نقوني اسمي سي هدي لقي ليا سيدي اللي يلي دون اسمي قوصو وضاي حرف كأي سوهر مري حرف هدي ياء المخاطب لقي ليا ياء المتكلم هدي لقي ليا ياء المتكلم ياء النفس حرف كورته أولا يا المتكلم أي جري كرتا وإن يا أخوات كذا يا حروف الجر لبلا حرف الجلية وياه حروف حرف كهذوسا عامل باهين وسا عمل فلين يا المتكلم لما بجلية هذو عمل فلين لكن فعلك خاص كويهي أما النكرة شرط كويهي وح وكو عمل فلين ديا لما جليني يا المتكلم وح الجلين كراء وكليا حرف كعمل فلين إسلام مر كان عمل فل خاص أسباده قوة عمل فل يسدى حروف الجر أما حرف عمل فل عام عمل فل يسدى إن يا أخوات كذا وياه إسلام مر كان أن لو شرطين عمل فلك وعمل فل ينكر النما ولا ذا تعملوا عمل إن اسمي بيكون عمل فشل لكن اسمي يا خبر كنكر إن وضعنا شرط يا إذا ندوا معرفة واللي بعرف المعارف هذا بقى إن يا أخوات كذا يا المتكلم هذه اسم اللغة دهو سدح غيب أي أقيب صمي نون الوقاية قلنت لقلين أي أما كدايدة لفظ قال ليتا إلا قل يا بضن وليتني إلا يراه ليتي إلا يراه دور نون تلقى داير ويدعك توسيا ويسيرتاي لعل نون تلقى داير بضن لعلي إلا يراه
لعلاني إن لي لهذا نون الوقايه اللي قال لي أنا ويدع كرت بس اللي قبل ذي هاي إن وأخواتها اللي حرف بيهايل ليتي لعل كسا شن نون نون شذن أيضًا بيسا ياسو أفر نون شذن أيضًا بيسا سوهن أو إن يا أن يا كأن يا لكن أفر تاسي نون الوقايه قلي أم هجلني جز والجز أو إني إنني أني أنني لكني لكنني كأني كأنني وكن مخيرا في الباقيات قل ذا أولي هيوي وايا حروف الجر ويبو حروف الجر من يعن نون الوقاية إلا قريا بضن إلا قد آيانا ويدعك بل بعض النحويين واجب ويلي وصنف كلفت السداء يكير مقطايو ضرورة درت هذا لو قد آيانا بولي هي لكن إن أنا واجب لقد لقينا في عنه لا يرهدو إلا قليا بضن أو مني عني لا يرهدو لا نون الوقايه يا من نون تقدم بيسا لسوية غامية مني عني مني يا عني إلا يرهدنا والا بضن ونون الوقايه اللي قليل وايه حروف الجركة انت كالودان دبدا كمر إلا قليا لا يجوز ما هو برنانا إلا قليا في أوكال في يباد لا يدهي فيني إلا ترى واحد برنان ماها واي هي حروف ترى لبدا قيب اي كغشو قاب كاس اي او كلا قيب سميا وليتني لفظي ليتري نون الوقايه لغليا فشا وفاف وليتي نون الوقايه لغا دايو نذر النادر وي ومع العل وعكس دبغدي مع العل لعل مع يدنا حكم دبغديو لعلي ذا فاشها نقطو هبدت لعلني الى يرهدين نون لغليانا هيرات لعلني أرى ما ترينا أو بخيلا مخلدنا بيت شاعره أي أنس بيان حاتم طي أريني أريني بخيلا ما تهزلا لعلني أرى ما ترينا أو بخيلا مخلدا أريني بل اتوسي إسلامي هين جوادا نندق بدن وما تد أنت هزلا ويدني ما ترتد أنتو حوله إسكت لما ريه بل اتوس لعلني وحي سورو ذا أرى ما ترين مركا حوالها إلا هستاذو رأيين هاي سوماها تاينا قلقا تاسورو ذاي أو بخيلا مخلدا أما واحد تستعنين بخيله أدوية ذا كواري إنكا مليان ديروي ملك مودي وحي سوسك الله لو شايو ما برد منا يوهنوالانا يكالا إتسواي هذا يتسيدنا ورك هذا وإيلي هذي كلميا ورك هذا تشوشي صلى الله عليه وحبا محيني سيدا يوجا مركا لعلني ذا سوال الله أركي وكون أهو مخيرا مخيرا لبدا والله شيء مخيرا مثل الدور قليه أما مخيرا مثل الدور قادنا يو في الباقيات إن أخوات كذا اتسو هدي أفرتي حرفي كلي واضرارا وخفف وحو فدوديي اضرارا ضرورة درتيد وحو فدوديي بعض من قار بعض من قرى قار كودا قد سلفه الرئي نحويين تهوري أما عربتي هوري وحي فدوديين ضرورة درتيد مني يو عنه من يعني بيفضيين ومني يعني بيرهدين لست من قيس ولا قيس مني أي بيت شعر أيها السائل عنهم وعني لست من قيس ولا قيس مني أيها السائل نكي ويدين أي عنهم رير قيس يا وعني عني ما شو ليه لهم وعني لست من قيس أنا رير قيس كمدمي ولا قيس مني رير قيس أنا جاي كمدمي هنوتي بكتي وفي لدني لدني قل وفي قدني وقدرني حذف أيضا قد يفي وفي لدني لفظي قال لدني ونون الوقايه اللي قد دايو قل ويريه في لدني لدني بكو يريه والحذف حذفنا قد يفي يأتي إنو يماداس ولو ذا أيضا نقضي في قدني إيا وقطني إنو كو يمادو هل كان نوح كهضر يا نون الوقايه إيا أسماد يا المتكلم يا اسم الله إضافي اسم الله إضافي يا المتكلم يا مضاف إليه النقط هي نون الوقاية من اللي قلين كريا سدح اسم نون الوقاية إن اللي قليا غالبا إن اللي قطعنا ويدعيك سدح لا اسمي وحنا هين اسم كلون نون الوقاية اللي قلوا وين كرامته أبي يا أخي يا غلامي يا بيتي إن دي يا ذا يا اسمي دبيا قدي سنون أدو بحيسي سأل لا يجوز وحبنان ما سدح اسمي بقى سأل مخلي لدن أو ظرفة لدن يا المتكلم هذي أدو إضافيني نون الوقاية كان لدن نون تذكو إدغام لدن نيد قط يا قط أو بمعنى حسب معنى هذا حسب وياي قط ني يا قط نيد إن لقى تجاه لدني 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 ليه هذا نون تعلش دين
قدي يا قتيل يراهنا ويدع كرت انت سوك هذلي ولا دنيا الضمبا مبتدا قل فعل يا ماضي فاعل كي سو ضمير مستتر الجمله ذا خبره في لدني جار مجرور كان قل ذو تعلق ولا دنيا لفظ يا لدنيا قل ويرادي في لدني لدني بك يرادي والحذف حذف قد يفي انه يما دا سرودا ايضا نقض في قدني وقطني قدني يا قطني او اسم الفعل او بمعنى حسبه ان انت لغا غويو قدي يا قطي لا يراها دعي كرت والله اعلم صلى الله عليه وسلم.